الميزة ديال سوريا السقاط هي أنها زاوجت بين النضال وبين المطبخ وبين الحرص على تربية الأطفال. كانت عندها واحد القوة هائلة. الوالدة كانت كيمكن لها تكون في الكوزينة، ويمكن لها تسير تناقش معك في مواضيع أخرى وتدير تناقش معك. بين قوسين الوالدة سوريا السقاط كانت معلمة ديالي في ابتدائي، كانت معلمة في ابتدائي، إذا كانت معلمة في المدرسة، معلمة في البيت. في البيت، وكانت هي التي تحرص على طبخ جميع أنواع الحلويات قبل رمضان، وكانت تسكن في الكوزينة حتى قرب الفطور، كتوجد كل شيء. تدير سيدة اللي كانت سيدة ديال عاشقة ديال الطبخ، عاشقة ديال الطبخ. إذا ما عندناش، ما كانتش كانت في الكوزينة، كما كانت كتزاوج ما بين جميع المهام ديالها. مهام الكوزينة ما كنعتبرهاش مهام ديال سيدة، ولكن من جميع في جميع ما كانتش كانت في الكوزينة عادية بحال امرأة عادية. وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم، أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.